كاملة تجاه الشعب الصحراوي وضمان حقوقه غير القابلة للتصرف. فتنظيم استفتاح حر ونزيه لتمكين الشعب الصحراوي الأبي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي بنفسه لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مرارا وتكرارا في الوفاء بالتزاماتها الدولية، لا سيما تلك الانتزامات الواضحة الصريحة المنبثقة عن خطة التسوية التي وضعتها الأمم المتحدة بالشراكة مع منظمة الوحدة الإفريقية، وكذا كافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. لقد نطقت الشرعية الدولية من خلال قرارات مجلس الأمن، كما فعلت قبل ذلك محكمة العدل الدولية منذ 4 عقود خلت من خلال رأيها القانوني الاستشاري لتشهد بحقيقة النزاع في الصحراء الغربية. كون هذا النزاع قضية تصفية استعمار لا يمكن أن تجد طريقها للحل إلا عبر تفعيل مبدأ تقرير المصير، وهو نفس المبدأ الذي تتبناه الجزائر التي تسعى دوما بصفتها بلدا جارا ومراقبا لعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتكون على الدوام مصدرا للسلم والأمن والاستقرار في جوارها، على اعتبار أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم.